هذا الحديث وهو حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحدث حديثا لو عده العاد لا أحصى. هذا أورده الإمام أبو داود رحمه الله في باب سرد الأحاديث، ويندرج تحت هذا الحديث قولها رضي الله عنها كما في الصحيحين قالت رضي الله عنها: لم يكن يسرد النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحديث كسردكم. وهذا منها إنكار على أبي هريرة رضي الله عنه لأنه كان يسرع في ذكر الأحاديث، وعذره رضي الله عنه أنه أخذ علما غزيرا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأحب أن يبلغه حتى لا يضيع العلم، وإلا فالكمال هو ما كان عليه عليه الصلاة والسلام، والتأني في الحديث وعدم العجلة وعدم التسرع فيه هو السنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيؤخذ بها لأمور: أولا أن في التأني في ذكر الأحاديث والعلم الشرعي التأني فيه هو من باب التعظيم والتوقير لأحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك ابن حبان في صحيحه، في صحيح ابن حبان لما ذكر هذا الحديث تحت باب ما جاء في استحباب ترك المرء لسرد الأحاديث حذر قلة التعظيم والتوقير لها. ثانيا أن شيخنا ابن عثيمين رحمه الله كما في شرحه على رياض الصالحين قال تحت هذا الحديث قال: لأنه سنة. فإفهام المخاطب واستشعار المتحدث أنه متبع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يؤجر على ذلك. ثالثا أن المقصود هو إفهام المخاطب، وكلما كان أقرب إلى الإفهام كان أولى وأحسن، بل إنه كما قال بعض العلماء هذا من باب التبليغ الواضح كما أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وآله وسلم: إن عليك إلا البلاغ، فوصفه بأنه مبين لأنه بلاغ بين واضح. رابعا كما قال بعض العلماء إن سرد الكلام تباعا يلبس على المستمع، والمقصود من ذلك أن المستمع يفهم لكي يحفظ ولكي يبلغ العلم إلى الآخرين. ولذلك عبرت هنا فقالت: لو عده العاد لأحصاه. انظر، عبرت هنا بالإحصاء وهو العد بالحصى، ولا شك أن العد بالحصى من رفعه وحطه يحتاج إلى وقت. ولذلك عند الترمذي بإسناد حسن قالت رضي الله عنها: ولكنه كان يتكلم بكلام يبينه فصل يحفظه من جلس إليه. بل جاء عند أبي داود من حديث جابر رضي الله عنه كان في كلامه صلى الله عليه وآله وسلم ترتيل أو ترسيل، مع أن به مجهولا إلا أن الألباني رحمه الله يحسنه، فلعله اطلع على شواهد. فخلاصة القول أن التريث في الحديث والتوضيح والتبيين فيه ولسيما ما يتعلق بالشرع هذا من السنة التي فعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلنحرص عليها.